العيالات عندهم هما المناعه يديروا التيران ديال العيالات ما كيموتوش دغيا العيالات العيالات الوليد عاد فاق وشاف لما الدرع الوليد اجي كونتر اجي كونتر شرويد باش تبان لهم انا شوف الدرع اشوف تشوف بلاتي 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 راه في كورونا وليا قال في كورونا شوف هذا كونتر كورونا السير وليد كيف الحال؟ هاني الامور كلشي بخير لاباس عليك دابا انت شحال في عمرك 65 انا في عمري 23 عام اذا انت 65 هذا الفيروس كيضرب انت كبار غير خصنا نديروا عليك الحجر الصحي ما تخرج ما تدرج اللي خاصك في الماكله في الشراب في كل شيء على حسابي واه كيفاش تحطني في الحبس انا ويا صاحبي راه الحجر الصحي حتى نشوف واش شي ما في غير شي يا صاحبي انا عادي فان واش راه هذا هو المشكل غير البوسان ممنوع البوسان ما بقاش هذا هو المشكل دابا انت كتخرج كتلقى مع لي فان شي كيبوس فيك من هنا شي كيعض فيك من هنا شي كيقيسك من راه خطر شي دونجورو عليك يا صاحبي اش بان لك اي ولكن دابا المشكل كيفاش غدير انت دابا خصك تجيب لي التقضيه والتقضيه واش ندير الكبده ندير سميت وا خاص برا صاحبي غديرها صبر صاحبي الشره كاينه صاحبي هاك كل سيمانه 14 البلاطو ديال البيض 15 كيلو ديال اللحم 14 كيلو ديال الكبده ونجيب لك البقره باقي تقلبها من الصباح للصباح علاش دير حتى انت غادي تجيب لي كرو كورونا كيفاش كرو غتجيبها ليا عرفتي الحله شنو والله راه انا صغيره صاحبي انا يا. انا راه صغير ولكن غتجيبها ليا انا هنا عرفتي الحله شنو هو شنو هو الحل تجيب لي القفه اييه وتصنع عليا بالتليفون اييه وتبعد على القفه اييه ب 20 متر اييه تبعد على القفه وتشوفها حتى نهزها ها صافي ملي نهزها نسد عليك الباب بحال دوك العمليات بحال دوك العمليات ديال الكوكايين اييه هاك داكشي ديال سميتو الكوكايين اييه باش كي باش كي كيحطوا لا ماليت العمليه العمليه العمليات هاك صافا ودا الوالد حتى هادي فكره ولكن بلاتي واحد القضيه انت قلتي لي بعد منها 20 متر وغادي نسكن معاك لا ما تسكنش معايا غتجيب لي هذاك الشيء كورونا شو طابري والو برا عبد الله يهديك اصاحبي انا شوف انا راه عارف مع من كتمشى وعارف مع من كتسلم عارف مع من راه ماشي بحالك اصاحبي لا 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 دير لي معايا هذه القضيه هذه جيب لي كفه وتحطها لي ضرب لي التليفون اجي هذه الكفه وتبعد منها وفي غنسكن انايا فين غنسكن يلاه تنهز انا وفي غنسكن نكري انت في السطح اش من طلع للسطح رديتيني مالينوا واش راه طمري تجيب لي هذاك الشيء صاحبي اوه حيت انا كبير في العمر دغيا شد في هذاك الشيء ما بقاش دير دا نلقى واحد الحل انا غادي نكري مع الدراري في البارتما الدراري صحابي 2000 درهم الشهر فهمتي وغير خصنا دير الضاله هذيك صاحبي ولا صاحبي عادي يا صاحبي ياك بديتي ياك ما بديتيش لا ولكن 2000 درهم عاوتاني بزاف صاحبي 2000 درهم الشهر وكل نهار قرعه صافي لا 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 نعس في الكوزينه الله يلا حشومه عليك اودا الوالد دابا انت هادشي اللي باغي ليا باغي ليا نبات انا في الكوزينه واش غدير تجيب لي هذاك المرض صاحبي تجيبو لي صاحبي وراه لا راه قلت لك غنكريو صاحبي شوف جلس في الدار وجلس في الدار ما تجيب لي هذاك الشيء انا بغيت عرفتي شادير غادي نشوف نمشيو نشريو الكمامات وهني الوقت ما كاين لا 14 كيلو لا 16 كيلو واش ياخذ الكمامات قبل ما يتقدر السلام اصلا راه لي كلشي راه خدام نيت غير هو كيخنق شويه ولد الحرام كيخنق هو ديال الكمامات لا عرفتي شنديرو الخياط كيديرهم بزكا ماشي الكمامات اصاحبي واش هو انت بعدا كاين عرفتي واحد القضيه راه داروها صاحبي دابا التيرانات برا جمهور ما كاين دابا تخيل الماتش كيتفرج فيهم حتى واحد كلشي خاوي واش جمهور اصاحبي كيديروا غير واحد القضيه كيديروا 200 درهم للبي اي شكون اللي غيشري لك 200 درهم للبي 200 درهم للبي اللي بغى يدخل يدخل 17 الا تخلات غير 100 واحد راه جوج المنا هذاك تخلات 200 راه 4 مليون هذاك واش درتي لي حساب انت شحال عندك النصف التيران ديال الدراري وكل واحد يدي ولده ياك ولا عرفتي اش ديروا العيالات عندهم هما المناعة يديروا التيران ديال العيالات ما كيموتوش دغيا العيالات العيالات يطلقوا العيالات يتفرجوا باش حتى هما يعيشوا شوية مع الرياضة وفعلا انت واحد العيالات العيالات والبنات كلشي راه كيقولوا واحد القضية عاوتاني الإناث في العالم أكثر من الذكور يا العيالات باش يموتوا شوية ديال العيالات عندهم المناعة العيالات فعلا ديديكاس العيالات تبارك الله عليكم العيالات هادو انت بغيت تقتلهم ماشي انت اختك لا ماشي بغينا نقتلوهم اصاحبي هما عندهم المناعة الخوت الوليد عاد فاق وشاف لما الدرع الوليد اجي كونتر شرويد باش تبان لهم تبان لهم مليح هاني الوليد
اه اي ليه يا صاحبي شحال كيضرب على ميدا انا نشوف صاحبي انا نشوف تشوف لا خلي خلي تنديروا ليه الانبوكسين في هذاك الشيء بلاتي ايوه اه بلاتي راه في كورونا شوف ويا قالها في كورونا بلاتي نشوف هذا كونتر كورونا هذا ويلي. هذا كونتر شوف كونتر السنه كونتر الحنوشه سير شوف هذا راه جاني بارافيو سير هذا نشوف باش تحيد منه كورونا موضة هو موضة بركة من زعت البلدي زعت من كورونا خدمة جمطانيات راجل واغا تخسر لينا الدرع الله يهديك الواليد واش راه مريض صاحبي راه الدرع كيجي من الشو اه مصيبة شو لينا بالسم ديال حنا ولا يجيكم من كورونا اه كورونا حتى هي القرينة حيت حنا في الشروع كنقولها القرينة لا يجيكم من القرينة كورونا ايه حنا معروفة عندنا كنقولها القرينة لا واش كورونا ولا القرينة بحال وصلت دابا القرينة ايه شوف الله يجيكم من كورونا تبارك الله يحفظكم ولا يحفظ الشعب المغربي اللهم امين ونرجع حتى للكويره وديما الجيم بارطاجي امين اللهم امين وهاد المشانه من الصباح هو ناس ياك ما فيه خور حل كاع ولدي فمك حل هل هل قول ما ماشي ما وما ودي ضي هذيك حل فمك نشوف واش فيه كورونا غدا نمشي ندوز لي 100% خصني ندير لي الماء ديال المشاش الخور ما عرفتش فين كتبعها الكمامه ديال المشاش خصني نلقى لي شي حل ولا نبيع يدي نمو في الزنقه اهلا 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 صباح الخير انا هاك نكبو ليك هذا يا سيدي زيد مرحبا ما بين عطيك الخبز بلاتي هاك او ما قاعش طبلاصتو هاك زيد مس هاك الخبز هاك بدي نجيب ليك الفرماج بلاتي موضة هو عند امك حتى لقى دين امك الفتاي ولا شي حاجه سيدي رينك صافا جاوب لا تقول انا ما كاني تجتهد ولا واغل ما كاني هاتي لكم افضل اكله في الحياه عندي انا بعدا هي هذه امك الله هذا الخير كامل غيتشوى ايا مش كنيت غيني لا نكره هي سناتينو وياو واش الخوت مساء الخير فين غادينا سفر جديد الخوت وصل لي عطيتك بزاف ضروري غادي نفوكو فيها الخوت ضروري السلام عطيه الورقه واش انت باغي تخلص انت لا كنخلص الشنطه غادي نخويا لا لاباس صدرها غادي نواديبو هو الخوت هذا هو الحرامي حاجه اي حاجه قاسها كتخسرها حيد جوج كراسه من بلاصتهم والله الا هاجس عليهم اجي واش مدريوز اللي عندك تما اخويا راه ماشي قعده هذيك يلا شي شاش لقيت حضض واحد الطوموبيله يا سلام شوفها افضل طوموبيل في العالم مش 40 في الكونتور خير يلا جيت نعاود لكم واحد البلان يلا ترى لي غير دابا في الجامع المهم غالبا الجوامع كاملين هضروا على كورونا وكيفاش الوقايه منه كوكوكو المهم يلا بدا سبحان الله يلا بدا في الاعراض كيفاش توقي راسك من هذا المرض هكا النظافه هي تجيني واحد العطسات تشي وبجه والله الخوت الى كلشي تقريبا كلشي الجامع دار فيها كلشي تقريبا زعما راه واحد مريض فينا والله المهم جاتني بشكل صافي وجيت نعاود عليكم